أجد لكم التحية من خلال هذا البرنامج. يسر الآن أن نلتقي عبر الفيس تايم مع الأستاذة مناير العنزي رئيسة فريق كويتي بالقمة التطوعي، وراح يكون الحديث إن شاء الله عن أعمال الفريق خلال أزمة فيروس كورونا 19. مساك الله بالخير أستاذة مناير، وبارك الله فيك وشكرا على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج. مساء النور، والله يعطيك العافية أخوي عيد. نعم، في البداية ودنا نتكلم عن أعمالكم التطوعية خلال الأزمة الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد. أول شيء، أعمال فريق الكويتي بالقمة التطوعية خلال فيروس كورونا كانت متعددة في جميع المجالات. كانت بالبداية تعقيم المخافر وتعقيم المديريات وتعقيم المحافظات ومراكز الإطفاء، والحين ما شاء الله احنا مستمرين بحملتنا اللي هي حملة من تنسيق فريق الكويتي بالقمة اللي هي تنظيف شواطئ الكويت. قاعد ننظف شواطئ الكويت من عند البلاجات لأبراج الكويت، وحث الناس على الاهتمام بالبيئة، قاعد تكرمين نوزع عليهم أكياس الزبالة، وكل حملة لنا قاعد نحرص أن احنا نوفر معنا تناكر ملوت ماي بمساندة شركة سايبر ماك والجاليات، الجالية السودانية والأردنية واليمنية والمقيمين والمواطنين. نعم أستاذة مناير، بما أنكم موجودين الآن في الميدان، أنا ودي أتكلم عن الجهات اللي تتعاون معاكم. إلى الآن الجهات اللي متعاونة معنا بالبداية كانوا يعني ذيك المرة يوم معنا بلدية الكويت كانوا مشاركين معنا، وشركة سايبر ماك والجاليات والمقيمين هم اللي متواجدين معنا بالميدان. طيب كلمينا عن العمل والإخلاص في المجال التطوعي والإنساني، يعني كونك تمثلين المرأة الكويتية. المرأة الكويتية هي يعني مساوية بالرجل، فالحمد لله قدرت تثبت هالشيء مع فيروس كورونا بالأزمة، فالمرأة صارت تشتغل الشغل نفس اللي هو يعمل فيه الرجل. فقدرت ان هي مثلا تدش الجمعيات، تمسك التعليب، قدرت ان هي مثلا تسقي الزرع بتناكر مرات الماي، قدرت ان هي تتساوى حالها حال الرجل. نعم أستاذة مناير، يعني خلال أزمة فيروس كورونا 4 شهور حتى هذه اللحظة، ورغم هذه الظروف والخوف والقلق، شلون تشوفين العمل التطوعي في هذه الأجواء؟ ما شاء الله الشباب والبنات بكثافة على العمل التطوعي، الكل حاب انه هو يقدم شيء حق الكويت، الكل حاب انه هو يطلع طاقات الشبابية ومواهبه بالعمل التطوعي، والحمد لله العدد تزايد، يعني الشباب بس انه يبون احد يوجههم مثلا يقول لهم انه هذا شغلك انت اللي تسوي، انت اللي راح تروح من هنا، فالحمد لله الكل قادر والكل قاعد يدش العمل التطوعي. جميل، طيب ماذا عن الاجراءات الوقائيه والاحترازيه لحمايه المتطوعين والمشاركين في حملاتكم المتواصله؟ كل حمله ان احنا قاعد نحرص عليهم انه يكون لابس الكمام لتسوس، وبعض الحملات انه يحتاج ان المتطوع يكون لابس اللبس الوقائي، والحمد لله انا بالنسبه حق فريقي موفرت لهم كل هالاحتياطات الاحترازيه. نعم استاذه مناير، الان يعني مع تغيير اوقات الحظر في هذه المرحله بالتحديد، وقاعد نشوفكم ما شاء الله في ارض الميدان وتعملون في عمل تطوعي، ابرز التحديات اللي تواجهكم خلال هذه الفتره؟ الحمد لله احنا يمكن تعدينا كل التحديات وقاعدين نقضي عليها، وكان ما شاء الله يعني احنا بالحر، درجة الرطوبة درجة الحرارة احنا شقالين، الوقت بس فرق معنا، واحنا مستمرين بأعمالنا التطوعية عشان الكويت، والكويت تستاهل منا احنا نقدم لها الأكثر. أكيد طبعا، شعور المواطنين يعني من أعمال الشباب الكويتي في الميدان أستاذة مناير؟ ما شاء الله هم جدا فخورين فينا، ولدرجة ان احنا واي مكان قاعد نروح له او حملة الكل قاعد يثني علينا، قاعد يشكرون من عندنا انهم يشوفون الشباب والبنات هم اللي قاعد يشتغلون بنفسهم، يعني ما شاء الله الحين الشاب الكويتي او البنت الكويتية وانتم بكرامة هي بنفسها اللي تغير سلة المهملات، هي بنفسها اللي تسقي الزرع والشير اللي موجود، فالحمد لله الكل قاعد يثني علينا، ويكفي ادعيتهم لنا نكسب من عندهم طاقات شبابية طاقات ايجابية من كلامهم. نعم أستاذة مناير، من خلال اسم الفريق كويتي بالقمة أنا شدني الاسم، سبب اختيار هذا الاسم بالتحديد؟ لأن الكويتي دائما بأعماله هو بالقمة. حلو، شلون ممكن الواحد ينضم لفريق كويتي بالقمة؟
عن طريق الحساب الانستغرام كويتي بالقمة أو عن طريق التليفون 5540202. وإن شاء الله إحنا أي متطوع حاب إنه هو عنده وقت وعنده جهده هو بيقدم شيء حق ديرته، حيا الله معانا. نعم أستاذة مناير، يعني قاعد أشوف من خلال الصورة خلفك مجموعة من المتطوعين يعملون، والآن أنت شايفة الأوضاع بشكل عام مثل ما ذكرنا، يعني القلق والخوف، يعني ما كان في داخليا في الإنسان دائما يقول أخاف أطلع في هذا الوقت، يعني لا سمح الله أصاب بكورونا أو يعني الأجواء معينة أي شخص، بس أنا قاعد أشوف ما شاء الله هم أنتم يعني ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، ولكن الخوف موجود يعني، بس ما كان موجود معاكم مع يعني الأفراد أعضاء الفريق اللي معاكم. هو أكيد أن الخوف موجود، بس أنا بالنسبة لي دائما أعضاء فريق كويت بالقمة دائما أعطيهم طاقة إيجابية، دائما أقول لهم لو الله بقى يصير فيك المرض تكون أنت بين أهلك وراح يصير فيك المرض، فالحمد لله إحنا ناسين هالشيء وقاعد نعمل عشان الكويت، والكويت تستاهل منا أن إحنا نوقف معاها بهالأزمة. أكيد الكويت تستاهل. أستاذة مناير، شلون شايفة ثقافة التطوع في مجتمعنا أو في دولتنا الحبيبة الكويت؟ الحمد لله الثقافة وايد عالية عندنا، والكل حاب انه هو يقدم شيء على الكويت، الكل مبدع في مجاله، المجال الخيري، المجال الوطني، المجال الإنساني، فالحمد لله والكل متقبل التطوع. يمكن هالأزمة أثبتت حق الناس ان في بالكويت شباب وبنات طموحين مستعدين انهم يسوون اي شيء عشان الكويت. نعم بارك الله فيكم، خاصة العنصر النسائي في هذه الأزمة رغم ظروف كورونا وأيضا رغم أجواء الميدان وأنتم موجودين حاليا حار ورطوبة وغيرها من هذه الظروف، أنتم تكافحون، يعني العنصر النسائي قاعد يثبت ما شاء الله دوره في هذه المرحلة. أستاذة مناير، دائما المرأة بوقت الأزمة تبان، ودائما وقت الشدايد كلنا رجالها، إنزين، فإحنا بهالأزمة أثبتنا إن المرأة الكويتية أو البنية الكويتية تقدر إن هي تتحدى الصعاب تقدر تسوي أي شيء، وبعدين إحنا قدوتنا بالعمل الإنساني شيخ صباح الله يحفظه، وبالنسبة أنا لي كبنت كويتية قدوتي أم ماجد الشيخ أمثال. جميل جدا. أستاذة مناير، يعني أنا قاعدة أشوفك أنك أنت متفائلة وأنك أنت سعيدة وأنت يعني موجودة في الميدان، ودنا نعرف يعني خططكم التطوعية في المستقبل، ولا أنكم بس يعني مثلا فريق لكوفيد 19؟ لا احنا فريق تطوعي طوال السنه، لكن فتره كورونا الحملات اللي عندنا زادت اللي هي عشان فيروس كورونا، لكن في المستقبل احنا حاطين خطط ومدروسه بس جاهزه حق التنفيذ، وباذن الله لقدام في خطط وايد راح تنفع المجتمع وتفيد ان شاء الله الكويت بشكل عام. نعم استاذه مناير بارك الله فيك ويعطيك الصحه والعافيه، رساله حابه توجهينها للجمهور الكريم من خلال فريقكم ومن خلال عملكم في هذا الميدان. رساله حابه اوجهها، اول شيء اقول لهم ان التطوع عمل انساني بدون مقابل، وإذا كان أنت عندك الوقت من واجبك الوطني أن أنت تقدم شيء حق ديرتك، ودائما لازم نقتدي بقائد الإنسانية الشيخ صباح الله يحفظه، ودائما هو قدوتنا بأعمال الإنسانية، فالوقت هي أن العمالة محجورة، الشباب وبنات الكويت هم اللي مستعدين يسوون أي شيء عشان الكويت، فأقول لهم حياكم بالتطوع، والتطوع واجب وطني. شكرا مناير العنزي، يعطيك الف الف عافيه وعساكم على القوه. شكرا لك، متواصلين معكم مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل.